وحج عتاب بأهل الموقف. الحج منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يكون عليه أمير حتى يعلم الناس، يرشد الناس، لا أحد يخرج من عرفات قبل غروب الشمس وهكذا. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم العام التاسع يسمى هذا العام بعام الوفود، قدم الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حج هذا العام، لأن الوفود كثروا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير مكة من العراة ومن أهل الشرك، إنه لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. نعم. ثم حج عن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا على الفور في السنة العاشرة، ثم بعدها عندما تم للنبي صلى الله عليه وسلم 63 عام توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم.